نشرة إخبارية جديدة من موقع صدى البلد، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة كفر الشيخ، وأكد الرئيس دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات تقديرا لدورها الهام وإيمانا بأن التعليم الجامعي المتميز والمتطور هو قاطرة التقدم التي تقود الأمم إلى مستقبل أفضل. نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تكون تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة جاءت لإضافة أعباء على المواطن، وأشار وزير المالية إلى أن كل ما هو موجود في تعديلات القيمة المضافة تخفيض على صناعات هامة للدولة، لافتا إلى أن القانون يهدف دعم هيئة تنمية قناة السويس ودعم الصناعة. وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتضمن التعديل إعفاءات ضريبية عديدة تمس قطاعات حيوية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي للبلاد. أكد بيان هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الستة أيام القادمة يشهد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتشهد الأحوال الجوية اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى السبت القادم انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 2-4 درجات مئوية. أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الفئات العمرية المسموح لها بأداء العمرة والصلاة في الحرمين وزيارة الروضة الشريفة هي من تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق، وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن ذلك يشمل السعوديين والمقيمين داخل المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات مع اشتراط ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا. دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت وجميع مرافقيه القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العزل الصحي بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الوفد بفيروس كورونا، وكان بنت في زيارة لدولة الإمارات والتقى خلالها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان حسب مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية. حددت محكمة الاستئناف في القاهرة جلسة أول يناير محاكمة كريم الهواري والمتسبب في وفاة 4 بحادث تصادم الشيخ زايد، وأمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم كريم محبوساً إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عما اتهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأً في موت 4 منهم 3 أطفال. وإلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.